بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن من صور التكذيب المعاصرة بما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الشريف أن يدعي ويقول قائل بأن السنة النبوية المطهرة، يدعي هذا المدعي ويقول أن السنة لم تدون إلا في القرن الثاني والثالث الهجري. الحقيقة هذا القول لا يصدر إلا ممن قل اطلاعه وقصر في العلم باعه، وهو جهل بين وعداء سافر لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، و اللي هيكون له عداء مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هيسهل عليه الكذب والافتراء عليه وعلى سنته. أو إنه هيكون هذا النوع من البشر ممن يجرون وراء كل ناعق ليظهروا على الناس إن هم أهل علم وأهل بحث، ولكن الحقيقة أنهم أهل الدعاء. لقد أرسل الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأقاموا سبحانه وتعالى مبلغ عنه في أنه يقوم بتعليم الأمة بالقرآن الكريم وبهديه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى للأمة وللناس أجمعين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني احنا أمرنا ناخد علم من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. من حيثيات هذا العلم أنه يثبت هذا العلم، فكيف ندعي بأنه العلم ده أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب إلا في القرن الثاني والثالث؟ يعني ده محض افتراء. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسارع إلى الأمر بكتابة القرآن الكريم، الوحي الأول، يسارع ويأمر بكتابة القرآن الكريم بين إيديه،
حال نزول القرآن وبيتلوه على صحابته الكرام في صلواته وبيسمعوه في خطب النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحواله والمواقف المتعددة، فيحفظه الصحابة الكرام في صدورهم ويكتبونه في صحفهم وسطورهم. الكتبة اللي من الصحابة كان موكول بيهم هذه المهمة. وبجانب ده جاء في القرآن الكريم الأمر الرباني بالكتابة والتدوين للعهود والمواثيق، تعليم للأمة إن أنتوا لما في الحاجات المهمة لازم يبقى في تدوين، في عهد، في دين، في شيء، في ميثاق لابد أن يدون. وده شيء مهم أحدثه القرآن في الشعوب والأمم، مش بس في أمة الإسلام. فجاء الأمر القرآني بأنه المسلمين يكتبوا الحاجات المهمة، فما بالنا بكتابة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيؤمر المسلمون بذلك؟ وبعدين هم يقصروا، يكتبوا القرآن وبعدين يقصروا في السنة، في كتابة السنة وتدوينها. قال الله تعالى آمرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى نهاية الآية الكريمة. يبقى ده أمر قرآني بضرورة كتابة العهود المواثيق. بندي مثل أخطر الأشياء هي الديون، لأن الإنسان بيحاسب عليها حساب عسير، فده صورة من الصور الإنسانية الحياتية التي لا يستغني عنها كائن أو إنسان، في أنه يوثق الدين أو يوثق الأشياء المهمة. وهل هناك أخطر أو أهم يعني من السنة النبوية بعد القرآن الكريم؟ مفيش طبعا. القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشارحة والموضحة والمبينة والمفهمة لما جاء في القرآن الكريم، اللي جاء مجمل، اللي جاء مختصر تيجي السنة توضحه، اللي جاء على صيغة الإجمال زي الأمر بالصلاة تيجي السنة توضحه، الأمر بالزكاة تيجي السنة توضح لنا أنواع الزكوات وخلافها عشان نبقى فاهمين كيف يكون النصاب ومتى يجب على الإنسان كذا وكذا، أحكام الحج والعمرة، أشياء كثيرة في حياة الإنسان المؤمن. الوحي الأول القرآن الكريم، والوحي الثاني السنة النبوية المطهرة. سيد الخلق ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده بجانب إن القرآن نزل في أمة أمية لكن فيها مجموعة من الكتبة، والأمة دي رغم إنها أمية لكن هي متميزة بين شعوب العالمين بإن الإنسان العربي لديه قوة ذاكرة وحفظ مشهور بها في الدنيا كلها. وبالتالي احنا شفنا مدى حفظ العرب للشعر، واحنا كنا بندرس المطولات بتاعتهم وأشعارهم القديمة، وازاي العربي ده كان يعني كم الشعر اللي بيحفظه ده من أو حتى النثر، المقطوعات الأدبية الكثيرة والمطولات، هتسمى مطولات الشعر العربي القديم، وكانت بتقام عند العرب أسواق للأدب، ما كانوش ماسكين ورقة وقلم، كانوا من القريحة على طول من الذاكرة، كان فيهم كتبة، لم يكونوا كثر لكن كانوا موجودين. وكان العربي هذا متدرب على الحفظ بطبعه، موهوب بشدة الحفظ. ورغم إنها الأمة اللي أمرت، أو إنها الأمة اللي هي لديها هذه القريحة وهذه الذاكرة وهذا العقل والصدر الذي يحفظ العلم، إلا إنهم أمروا كذلك بكتابة الوحي وحفظا وإخراج هذا الأمر المأمورين به للعالمين. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بالمئات والألوف بيحيطوا بالنبي وبيتلقفوا الهدي، قاعدين ملاحظين ومركزين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيقول إيه، كان بيسبح كم تسبيحة، كان بيستغفر كم مرة، قاعدين مركزين مع رسول الأنام صلى الله عليه وسلم، يلاحظوه في كل حركة وكل سكنة تصدر عنه عشان يتعلموها ويعملوا بيها ويوثقوها للأمة، لأن هم الأمة اللي هتحمل هذا العلم زي ما هو معروف ومفصل في كتب السنة والسيرة واللي هيبقى لينا وقفات معاه. لازم نعرف إنه القرآن الكريم وضع أساس تدوين السنة. القرآن هو اللي وضع أساس تدوين السنة حين
أمرنا في القرآن الكريم بالكتاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الكرام أن يدونوها. صحيح أنا عندي أمر بتدوين السنة وعندي أمر بعدم تدوين السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن له فهم لازم نفهمه. هنيجي على نضرب مثال. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيقول كنت، وخلي بالك من المروية، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. إذن مسألة الكتابة دي كانت موجودة، ما كانتش شيء مهجور يعرفه بعض الصحابة الكرام. الكتبة اللي كانوا بيقوموا برضو بكتابة القرآن الكريم، فسيدنا عبد الله بن عمرو بيقول أنا كل حاجة بسمعها بكتبها. فنهتني قريش وقالوا لسيدنا عبد الله بن عمرو أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ ده كل حاجة كده غضبان راضي تكتب وراه؟ فبيقول سيدنا عبد الله بن عمرو فأمسكته عن الكتاب، بطلت أكتب. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه النبي شاور له على فمه وقال لعبد الله بن عمرو اكتب. هكذا قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو وقد كان من الكتبة، قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. هذا الفم الشريف لا ينطق إلا الحق. سبحان الله، كتابة العلم هي من أهم الأسباب اللي بتحفظ العلم. والوحي الشريف علم عظيم. والحديث ده بيخبرنا إن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما بيقول كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، إن عايز أحفظه. وبرضو ادانا الحديث إنه الكتابة كانت موجودة في العهد النبوي، مش زي المدعين لما بيقولوا لا ده لم تكتب، لا كتبت. سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول إن سبب كتابته كانت عشان يثبت الحفظ بتاعه. هو حفظه شوية مش زي الباقي، لأنه كان هناك حفظة مجرد يسمع الحديث خلاص ما ينساهوش، لكن اللي عنده ضعف شوية كمان كان بيحب يذاكر عشان يتنيه يقدر يستدعي الحديث وقت ما يحب. فمن أجل إن هو يثبت أو يثبت الحفظ بتاعه لحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان بيكتبه. فبيقول لما عرفت قريش، يعني يقصد لما قال فنهتني قريش يقصد مسلمو قريش، وقالوا له أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ يعني هم منعوا سيدنا عبد الله من كتابة كل شيء يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. شبهوا أحوالهم أو شبهوا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه بأنه بشر أو أنه مثل باقي البشر، إذا غضب حمل على من يعني يتكلم عليه بما ليس فيه، وإذا رضي تكلم في حق من يتكلم عنه بالثناء بما ليس فيه. يعني هم اعتقدوا أنه هو بشر يعني زيهم في كل حاجة، لما بيكونوا غضبانين ممكن تصدر منهم حاجة، أو لما بيكونوا راضين يسمعوا الثناء والمدح في فلان أو فلان. فهم قاسوا، كانوا لسه ضعيف الخبرة بالجناب النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، أو لعلهم أمروه بذلك. يعني ممكن نفهم كده إنه النبي ورد عنه في موقف آخر النهي عن كتابة الحديث، وده احنا هنبينه، لأنه هو نهى عن كتابة الأحاديث في موقف آخر. كانوا بيكتبوا الحديث وبيكتبوا القرآن وقت نزول القرآن، فما ده ما ينفعش حتى لا يخلط الحديث بالقرآن الكريم، فكان ده سبب النهي، وحنتكلم في هذه القضية. فلما نهت قريش، مسلم وقريش، سيدنا عبد الله بن عمرو فبيقول فأمسكت عن الكتاب، بطلت أكتب، أي فامتنعت. وبعد كده بيقول فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له نهي أصحابه له عن الكتابة، إنه ما يكتبش الحديث، وإنه امتنع بالفعل عن الكتاب. فكان رد فعل النبي أن أومأ بإصبعه إلى فيه، يعني شاور له على فمه. خلي بالك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينبه
يعني أشار إلى فمه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع إلى كتابة الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وده إن بينبه إلى أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما يخرج منه إلا حق، إنه هو معصوم صلى الله عليه وسلم على كل حال، سواء كان في غضبه أو كان في رضاه. وبرضه بيوجه الأمة، صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكنه بشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت نهي النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا لحضراتكم عن كتابة الحديث في موقف، فقد ثبت برضو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الحديث في مواقف أخرى كثيرة، وكلا الأمرين حق يحتاج إلى بيان هنوضحه في وقته إن شاء الله. لازم نعرف إن القرآن الكريم هو اللي منهج عقل المسلمين. لما أمر المسلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر المسلمين بالاعتناء بالكتابة. إيه اللي منهج العقل ده؟ حطهم على ما هو ده رسم بيوضح لهم إزاي يعيشوا، سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الأمم أو مستوى الشعوب، ومن هنا ظهرت بعد كده المواثيق والعهود وكتابتها وتدوينها والاحتفاظ بيها. فالقرآن الكريم ده منهج حياة، أمر المؤمنين كده ومنهج عقل المسلمين بضرورة التوثيق. فأبدع أهل الإسلام في مناهج البحث والفهم والتوثيق والنقد لأن القرآن علمهم كده. لقد أحدث القرآن الكريم في المجتمع العربي بل وفي الإنسان بأسره تحول كبير في التدوين والكتابة والتوثيق للمعارف والعلوم. القرآن أخذ بإيد العرب خاصة والناس عامة إلى ضبط المعرفة والعلم عموما في الصحف في الدواوين، تأثرا بمنهج القرآن الكريم في التوثيق وبما كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بتوثيق ما يقوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون ما يقوله المدعون من أن السنة التي كما قالوا بأن السنة لم تكتب إلا في القرنين الثاني والثالث الهجري، هذه شبهة باطلة مزيفة ليس لها أساس من الصحة. على من يدعي أن يدرس وأن يبحث وأن يتعلم كما تعلم المسلمون الأوائل من القرآن الكريم كيف يكون المنهج العلمي في النقد، حتى مش في البحث والفهم بس، في البحث والفهم، لأن ده ضروري أن يتعلم الإنسان قبل أن يسعى إلى نقد ما يريد نقده، أن يتعلم أولا المادة العلمية ويقرأ قراءة واسعة وأن يتتلمذ ويأخذ العلم عن أهله، ثم بعد ذلك يتعلم كيف يمارس النقد العلمي على أسس صحيحة. وكل ذلك تعلمه أهل الإسلام وأحدثوا به ثورة في مجال البحث والعلوم في العالمين، مش بين المسلمين بس، اتعلموا ده من كتاب الله تعالى القرآن الكريم.